السلام عليكم ورحمه الله اهلا ومرحبا بكم في درس اليوم فاليوم ان شاء الله سوف نتعرف على 30 عباره بالفرنسيه تستعمل في الحياة اليومية فهذه العبارات أو هذه الجمل التي سوف أذكر فغالبا نستعملها في حديثنا اليومي مع, مع الناس فأول عبارة عندنا هي لا داعي للقلق فإذا أردت أن أقول لشخص لا داعي للقلق أو لا تقلق أو لا تقلقي فأقول بالفرنسية نو تنكيت با نو تنكيت با نو تانكيت با ففي الكلام بالفرنسيه نقول تانكيت با ونحذف هاد كنحذفوها وكنقولو تانكيت با فهذا يعني كيكون فقط في الكلام ولكن الصحيح هو نو تانكيت با يعني اذا اردنا ان نكتبها يعني رسميا فنقول نو تانكيت با و با فهي فقط كنقولها في الكلام باش نختصروه الصحيح والصواب هو نو تانكيت با يعني لا داعي للقلق او لا تقلق العبارة الموالية تعال معي فاذا اردت ان اقول لشخص تعال معي او رافقني او رافقوني فاقول بالفرنسية فني يعني افيك موا فني افيك موا فني تعال افيك موا هي معي دونك تعال معي فا<hesitation> فاقولها أقولها يعني مجموعة من الأشخاص أو شخص يكبرني سنا أو شخص أحترمه وإذا كنت أتكلم مع شخص أصغر مني أو معي في نفس السن فأقول <hesitation> إذا فاقولها لشخص أكبر مني أو مجموعة من الأشخاص و <hesitation> أقول لشخص أصغر مني ماذا يعني فإذا أردت أن أقول ماذا يعني هذا أو ماذا يعني فأقول بالفرنسية كيس كو سا دير كيس كو سا دير كيس كو سا دير فانتبهوا هنا فالسي درنا لها هاد لا سي علاش باسكو ا سي الا كانت قدامها ا كنطقوها بكا كا Et ici, nous dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, nous disons had que la ça. D'accord Donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Je pas si je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comprendre. Je ne comprends pas. فهنا لو فيرب كومبروندر جو نو كومبرون با فايضا هنا في, في الكلام الفرنسي يعني الا بغيت نسهل الكلام او بغيت نختصرو فكنقولو جو كومبرون با جو كومبرون با فالفرنسيين غالبا كيقولو جو كومبرون با يعني ما كيقولوش جو نو كومبرون با ولكن الصحيح والصواب هو جو نو كومبرون با يعني في الكلام ممكن نقول جو كومبرون با ولكن الا نكتبها تكتبها يعني الصحيحه هي جو نو با العباره المواليه هذا غير صحيح Donc اذا اردت ان اقول هذا غير صحيح او هذا ليس صحيح فاقول سوني با فري سوني با با فهنا ايضا اذا اردت ان اختصر هذه الجمله يعني في الكلام فقط فاقول سي با كنحذفو او وكنحذف ان وكنقولو سي با فري ولكن الصحيح هو سو ني با فري دونك الا بغيت نكتبها غنقول سو ني العباره المواليه انا لم ارى هذا من قبل فاذا اردت ان اقول انا لم ارى هذا من قبل بالفرنسيه فنقول جني جامي في سان افون Je جامي في ça افون ف هذه الجمله اللي بغيت نختصرها في الكلام فتنقولو جي جامي في سا افون جي جامي في سا افون يعني كنحيد هاد الان كنقول غير نحيد او كنحيد ان فكنقول جي جامي في سا افون ولكن الصحيح والصواب هو جو جامي في سا افون اذا اردت ان اقول على شخص مشهور جدا يعني هو مشهور جدا فاقول بالفرنسيه il est très célèbre إلي هو خي سلابغ هي مشهور جدا فسليبر هي مشهور فإلي تخي ف مشهور، الجميع يعرفون ذلك فإذا أردت أن أقول الجميع يعرفون ذلك بالفرنسية فهي تو الموند لو سي تو الموند لو فهنا لو لو لكن عندي غير هاد الكلمه بوحدها لو هي العالم العالم هو لو دونك تو هي كل دونك كل العالم يعرفونه او يعرفون ذلك ولكن لا نقول كل العالم فنقول الجميع او جميع الناس يعرفون ذلك دونك تو لو موند اذا اذا اردت ان اقول جميع الناس فبالفرنسيه هي تو لو موند جميع الناس تو لو تول موند لو سي يعني يعرفون ذلك العبارة الموالية إنها مكلفة جدا فإذا أردت أن أقول على شيء أنه مكلف جدا أو باهظ الثمن أو غالي جدا فأقول سي تخي شير سي شير بالفرنسية هي غالي أو باهظ الثمن أو مكلف دونك هي شير سي هي تخي إنها غالية جدا أو باهظة الثمن أو مكلفة دونك هي سي تخي شير أنت محق إذا أردت أن أقول لشخص أنت محق بالفرنسية فهي tu as raison tu as raison tu as raison يعني أنت محق أو عندك الحق وإذا أردت أن أقول أنا محق فأقول j'ai raison j'ai raison وإذا أردت أن أقول هو أو هي محقة فأقول إلا وبيان إي لا العبارة الموالية بالطبع فإذا أردت أن أقول بالطبع أو طبعا أكيد حتما بكل تأكيد هذه العبارات كلهم بالفرنسية هما بيان سور بيان سور بيان سور فهنا او تكتب باكسون سيركونفليكس بيان بالطبع او طبعا او اكيد شكرا جزيلا اذا اردت ان اقول لشخص شكرا جزيلا بالفرنسية هي ميرسي بوكو ميرسي بوكو فهذه العبارة مشهورة ومعروفة يعني عند اغلب الناس ولكن المشكل فين كاين هو في طريقة الكتابة فالعديد من الناس يخطئون في طريقة كتابة ميرسي بوكو فلهذا تعمدت أن أكتب لكم هنا فميرسي تكتب ب سي سي حداها إي دونك ميرسي بوكو ب أو أ م, سي أو ü, بي تنكتبو بي في مع أننا مكنطقوهاش ولكن تنكتبو ميرسي بوكو ب بي في آخر الكلمة فبزاف نتاع الناس كيكتبوا لي في التعاليق ميرسي بوكو ولكن للاسف كتكتب بطريقه خاطئه فلهذا يعني تعمد نكتبها لكم دابا باش تعقلوا عليها يعني كنفضل تكتبوها في ورقه او في دفتر وتبقاو تعاودوها حتى تعقلوا على طريقه الكتابه نتاعها فسورتو هاد بوكو فهي شويه معقده بالنسبه للناس المبتدئين فهي شويه معقده في الكتابه فنتمنى تحفظوا كيفاش كتكتب فكتكتب بي حداها والسيح دها او او بي فهنا كيف قلت كنكتبو بي مع اننا ما كنطقوهاش ومن هاد المنبر كنقول لكم ميرسي بوك ولا التعليق اللي كتخليو ليا ففريمون كتفرحوني وكتشجعوني باش نقدم لكم المزيد والمزيد من الدروس فكنقول لكم حتى انا ميرسي بوكو فالعباره المواليه عطلة سعيدة إذا أردت أن أقول لشخص عطلة سعيدة فأقول بالفرنسية بون فاكونس بون فاكونس بون bon فاكونس رحله سعيده بون فواياج بون فواياج بون فواياج فلو هو رحله او سفر شهيه طيبه بون ابيتي بون ابيتي هي شهيه طيبه بالفرنسيه فانتبهوا هنا بالنسبة لبون أبيتي فالعديد من الناس يخطئون ويقولون بون على أساس نو يعني على أساس أنها مؤنث ولكن الصحيح هو بون أبيتي بون أبيتي لأن أبيتي مشكلة أو مذكر فبون غنكتبها مشكلة حتى بون أبيتي هو الصحيح فكرة جيدة دونك إذا أردت أن أقول لشخص آه أن الفكرة يعني فكرة جيدة بالفرنسية هي بونيدي idée بون idée donc l'idée هي الفكره وإذا بنقول فكره حسنه أو فكره جيده هي بونيدي بونيدي. فإذا أردت أن أقول سأغادر أو سوف أذهب أو سأرحل بالفرنسيه هي je vais partir je vais partir je vais partir أتمنى فإذا أردت أن أقول آمل أو أتمنى أو أرجو بالفرنسية هي جسبر جسبر آمل أو أتمنى فمثال أتمنى أن يكون كل شيء بخير أو آمل أن يكون كل شيء بخير بالفرنسية هي جسبر que tout va bien جسبر أتمنى que tout va bien أن يكون كل شيء بخير Donc j'espère que tout va bien. أنا غير متأكد. فإذا أردت أن أقول أنا غير متأكد أو لست واثق أو لست متأكد أو لست متأكدة بالفرنسية هي Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc متأكد هي Je suis sûr. غير متأكد Je ne suis pas sûr. فجو نو سوي با فتقريبا كاع هاد العبارات اللي ذكرت فكنقولوهم مع الماسكولين ومع يعني مع المؤنث ومع المذكر فبحال بحال ما فرق بين المؤنث وبين في جميع تقريبا هاد العبارات اللي, سبق اما انا غير متاكد او انا غير متاكده كن حذر اثناء القياده كن حذر او أه احترس أثناء القيادة أو انتبه وأنت تقود بالفرنسية هي في attention en conduisant في attention هي كن حادر أو انتبه أو احترس هي في هي أثناء القيادة العبارة الأخرى أخرج من العمل في الساعة السابعة بالفرنسية هي Je sors du travail à 7 heures. Je sors, le verbe sortir, Du travail, le travail ou l'amel, à 7 heures. Donc, 7 heures est le sabi'a. Je sors du travail à 7 heures. Adatto hétifi. Fa ida arad don akoul adatto hétifi bil francia. Fa hiya. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone. Hiya. Adatto, perdu. Adatto. مون تليفون هاتفي فالتليفون هو الهاتف مون تليفون هو هاتفي ليس لدي الوقت الآن أو ليس لدي وقت حاليا بالفرنسية هي Je n'ai pas le تون هو الوقت Je n'ai pas le maintenant. Maintenant هي حاليا أو الآن Maintenant نقدر نقوله أيضا Maintenant ماتنون يعني غير في الكلام باش نختصرو كنقولو ماتنون فإلا بنختصر هاد الجملة في الكلام فغنقول جي با لو تو ماتنون جي فهاد الجملة اللي قلت دابا نتاع جي با لو فنقدر فقط نقولها في الكلام باش نختصر ولكن ميمكنش ليا نكتبها فغنكتب جو n'ai pas le temps maintenant. جو n'ai pas le temps maintenant. العبارة الموالية من فضلك املأ هذه الاستمارة فهذه العباره غالبا غتسمعوها في المطار اللي هو لايغوبوغ او غتسمعوها في الفندق اللي هو لوتيل. دونك هذه العباره بالفرنسيه هي سيلفوبلي غومبليسي سو فورمولير من فضلك املأ هذه الاستماره بالفرنسيه هي سيلفوبلي خاص هي من فضلك غومبليسي هي إملأ سو فورمولير هي الاستماره سيلفوبلي غومبليسي سو فورمولير من فضلك املأ هذه الاستمارة أو من فضلك املأي هذه الاستمارة هل تمارس الرياضة؟ الفرنسية هي هل دو سبور؟ في نظري فإذا أردت أن أقول في نظري برأيي في اعتقادي حسب اعتقادي بالفرنسية هي أمو ا هي ا اعتقد ان فاذا اردت ان اقول اعتقد ان اظن ان ارى ان بالفرنسيه هي جكروى كو جكروى ابنك مهذب جدا اذا اردت ان اقول لشخص ابنك مهذب جدا بالفرنسيه هي

فبهذا كنوصلوا لنهاية الدرس والنصيحة اللي نعطيكم هي هذه العبارات أو هذه الجمل اللي تعلمنا اليوم فكيخصكم يخصكم تستعملوهم في الكلام نتاعكم باش تعقلوا عليهم فاستعملوه مع أصدقائكم أو مع الأبناء نتاعكم باش لكم في عقلكم وما تنساوش إذا عجبكم هذه العبارات فشاركوهم أو بارتجوهم مع الأصدقاء نتاعكم كي تعم الفائدة باش تاهم يتعلموهم ويبقوا يتكلموا معكم بهم ونتلاقاو في حصة مقبلة ان شاء الله